اللي قابل زي كده يقول لي مش كل الاستشاريين بياخدوا سوفت كوبي. ده الاستشاري الناصح، الاستشاري الناصح بياخد منك سوفت كوبي وياخد السوفت كوبي اللي بعديها ويشوفهم ويعمل واحد ايه بيس لاين للتاني ويشوفك رحت فين. انا بقول لك قابلتني مع احد الاستشاريين الكبار، مش شرط هو كان المهندس بتاعه مستواه كده يعني خلاص. لما تلاقي نيجاتيف فلوت ما تسكتش، لازم تحله. يا اما تعمل ايه بقى؟ يا تعمل كراشنج للمشروع يا فاست تراك للمشروع. خلاص وهنشوف الاثنين ازاي. انت ممكن تتحكم في الالوان في البروموفيرا، وانت على البروموفيرا مش هتقول لك لا، عايزها تفضل خضراء طول عمرها هتفضل خضراء. خلاص احنا اتكلمنا على الكريتيكال باث وقلنا الكريتيكال باث في ناس بتعتقد ان هو الاكتيفيتيز المهمه في المشروع، لكن لا، هو بيشير للاكتيفيتيز اللي ماشيه في سلسله معينه. اذا اتاخر واحد فيها خلاص بيأثر لي على نهايه الايه المشروع بتاعي. تمام. طيب دول هم شويه اشكال لشبكات يا باشمهندس محمد سيرتي والزملاء اللي هم ما اشتغلوش قبل كده الموضوع دوت. هنحط لكم الفايل ان شاء الله حالا. مش حالا عشان بس نروح نقول حالا وهننزل صلاه الجمعه. ان شاء الله هنحاول نحط لكم النهارده. خلاص هنا الشبكه دي المهندس محمد سيرتي عايز يقول لنا انا هنا. باشمهندس محمد سيرتي احنا بنستفيد في الحته دي عشان خاطر انت سالتنا قلت انا ما اشتغلتش معانا ولا مشيت. طيب قلنا الكريتيكال النتورك دياجرام بتاعي بمشي عليه، ادي ايه 6 ايام ماشي، بعد كده رايح لايه 8 ايام، يبقى ده بعد كده اتش 4 ايام، بعد كده ده مسار. ده هتسميه ايه؟ بيسموه لك المسار اي اي اتش، والمسار الثاني اسمه بي دي جي اتش، والمسار الثالث اسمه سي اف. خلاص سي اف اتش، وفي مسار ثاني اللي هو بي دي اف اتش، وفي مسار اسمه بي دي اي اتش. عندنا كم مسار في الشكل ده؟ عايزين حد يجاوب. سليم يا باشمهندس عمر، سليم الناس صاحيه. ده باشمهندس محمد سيرت يجاوب، انا بسالك من بدري يا باشمهندس، اعتقدت انك مشيت. طيب خير. شوف بقى يا باشمهندس محمد سيرتي، الخمس مسارات دول كل واحد فيهم يدي لك نهايه لمده المشروع. خلاص؟ كل واحد فينا هيديك نهاية. اللي يخلص لك المشروع اكتر واحد متأخر هو الكريتيكال باس، اللي يديك اطول مدة هو الكريتيكال باس نمرة واحد بتاعك، واللي وراه بقى بعد كده لما تحسبهم يبقوا بالترتيب. الكريتيكال درجة اولى، درجة تانية، درجة تالتة، بس احنا ما بنسموش كده، بنسميه نير كريتيكال. خلاص حسب المدة الفلوت بتاعه. هتمسك دول بقى ان شاء الله عز وجل، وهتاخد المثال دوت ايه تحله. تمام. هذه المسارات الموجوده اهوت، والمسارات دي بدا يحسبها الراجل بمنتهى السهوله. الموضوع هنا سهل يا باشمهندس، لان هو شغال لك اكتيفيتيز فينش تو ستارت، فبياخد الديوريشنز وعمال يجمع. المشروع يطلع في المسار ده 18 يوم، في المسار الثاني 10، في المسار الثاني 20، في المسار الثالث 26، الرابع 18، الخامس 22. هو الراجل عمل ايه باختصار؟ الراجل ريح نفسه خالص، عنده الدنيا كلها ماشيه فينش تو ستارت، فعمال يجمع. الحكايه مش سهله قوي كده لما تبان لك. انا باشمهندس محمد سيرتي، انت ممكن يبقى عندك كريتيكال باث هاو ميني كريتيكال باث اي كان هاف، ملهاش قاعده، ملهاش ليميت. خدت بالك؟ على حسب الشبكه بتاعتك. بس انت في ال في انت في امتحان البي ام بي مش هيجيب لك شبكه يعني اكثر تعقيدا من الشبكه اللي انت شايفها دي، الا لو زود له مسارين ولا حاجه على كده. خدت بالك؟ ومنهم بقى تقدر تعرف الايه الكريتيكال باث. ممكن يطلعوا اثنين، خلي بالك دي تركه، ممكن يطلعوا عندك اثنين كريتيكال باث،
ليه؟ لان ممكن المسار ايه ده هو يكون هو مديهولك في الامتحان بيطلع لك مده نهايه المشروع 16 يوم. المسار بي سي المسار ايه اي اتش، المسار مثلا سي اف اتش ممكن يديهولك بيطلع برضه 16 يوم ويقول لك مين الكريتيكال باث ويديك اختار اي اي اتش ولا سي اف اتش ولا بي دي جي اتش، ولا يروح كاتب لك بعد كده المسارين بقى يقول لك اي اي اتش مثلا كوما او اند ويقول لك سي اف اتش، تجاوب ان هو الاثنين انت عندك مسارين كريتيكال. تمام، كريتيكال باث ده ما هوش واحد، ما هوش مسار، ده ممكن يكون 30 مسار حسب النتورك دايجرام بتاعك، وعلى قد ما هي كومبلكس وعلى قد ما المشروع كبير على قد ما ممكن يطلع لك كذا كريتيكال باث. الزملاء كده متفقين معانا؟ اتفقنا المشروع الواحد يمكن ان يكون له عدد لا نستطيع حصره الان من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من المسارات الكريتيكال. المهندس محمد عمر كان بيقول ده كان سؤال من استشاري لاحد الزملاء في ايام من ايام في قبل مشروع كبير، طيب جاوبه صح ولا غلط وخد الوظيفه ولا لا؟ خير وجاوبه صح؟ طيب انا ما جاوبوش. السؤال مش غريب ولا حاجه يا رشوان، بس السؤال بيثبت ان انت فاهم سكيدولنج ولا لا. انا احنا 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 اتفقنا ان احنا هنفهم، مش نفهم حاجه. النهارده انت ايه اللي يمنع، هي مساله حساب خلاص، ايه اللي يمنع انك تلاقي المسار اللي هو اي اي اتش ده اهو بيديك في النهايه رقم خلاص تمام مساوي تماما للرقم اللي خارج لك من الناحيه الثانيه، وتلاقي الاكتيفيتيز عليه ماشيه كريتيكال اكتيفيتيز، وتلاقي المسار التاني ماشي كريتيكال اكتيفيتيز. في حاجة تمنع؟ ما الذي يمنع ان يصبح عندك مسارين او ثلاثة او اربعة بيدوك كريتيكال؟ لا، كم نشاط بقى كنسبة دي لعبة تانية، لان كم نشاط كنسبة دي هتبين من العامل، هتعتمد كمان على اللي عامل السكيدول ده راجل عنده خبرة ساعة ما عمل السكيدول، وفي الاستيميت ريسورسز وفي الاستيميت دوريشن وفي السيكونس بتاع الاكتيفيتيز ولا ايه ولا لا. خدت بالك؟ لا، قاعده مسلم بيها او نظريه مسلم بيها خلاص بنسبه محدده، مش هتلاقي نظريه مسلم بيها بنسبه محدده، ولكنها بتبقى حاجة تقديرية من الناس. خدت بالك؟ مفيش قاعدة تقول لك إن أنا عايز، أي والله ينور عليك. بالإكسبيرينس كده أهوت أنا شايف إن المشروع ده لو بقى عندك مثلا 30 40% منه كريتيكال أكتيفيتيز خلاص هيبقى عندك مشكلة. مشروع تاني يا عمي مش مشكلة إن هو عندي 50% كريتيكال أكتيفيتيز. خدت بالك؟ حسب المشروع بتاعي، حسب الدومين اللي انا شغال فيه خلاص، وعلى حسب انت محكوم، حسب الريسورسز وحسب كل الكونسترينتس اللي داخل عليك. خدت بالك؟ ما كل ده انت مش بتتحكم فيه، ممكن تتحكم فيه الى حد ما، لكن احيانا بيبقى امبوزد. خدت بالك؟ فخلاص ما يعني فهمتني. طب انا هقول لك حاجه، ممكن يبقوا 100% من الـ من الـ من الـ من المشروع اكتيفيتيز المشروع كريتيكال. ايه رايك لو عندك مشروع الستارت بتاعته هو هناخد المسار بي دي جي اتش وبعدين اديك الاند، وبعدين قلت لك ان المسار ده كريتيكال وانك انت خلاص اصبح الفلوت زيرو، يبقى عندك كم نسبه الاكتيفيتيز في المشروع الكريتيكال يا باشمهندس؟ لو المشروع عباره عن المسار بس بي دي جي اتش وبعدين الاند 100%. طيب خلاص، هل ده عيب فيك كسكيدولر؟ مش عيب فيك، الكونسترينتس بتاعت المشروع عايزه كده. خدت بالك؟ بينما لو انا رحت بقى خدت الشبكه دي على بعضها قلت لا ده المشروع عباره عن الاكتيفيتيز دي. خدت بالك؟ تمام؟ راحت مطلعه لي 30% 20%، هل دي شطاره منك؟ برضه لا، الكونسترينتس بتاعتك
هي اللي ايه مأثرة عليك. خدت بالك؟ هناك أسئلة لازم الإنسان يفكر فيها. أول لما أنت واحد هيسألك سؤال زي ده دماغك هتروح لا 30%، لا 20%، لا 10. إيه هي الرول اللي أنت بتحكم عليها؟ فين المسطرة اللي أنت بتقيس بيها؟ خدت بالك؟ عارفين يا باشمهندس الامر اكثر تعقيدا يا باشمهندس. حد اشتغل مشروع اكتر من 10,000 اكتيفيتي؟ حد اشتغل مشروع من اكتر من 10,000 اكتيفيتي؟ اكتب لنا واحد. تمام. المشكلة دي مش عند الزملاء مهندسين الكهرباء، يعني مهندسين الكهرباء محمد اسماعيل، مهندس محمد ستي مش هيلاقي عنده الدوشة دي جامدة أوي دي. خلاص؟ يبقى خد الكريتيكال باث هو اللونجست دوريشن بتاعت الإيه؟ المشروع وخلص الإيه؟ الموضوع دوت. أشكال كتيرة ممكن تجيلك عشان تحسب بيها. حد يقول لنا اسم الدياجرام دوت إيه صحيح؟ الدياجرام ده مختلف عن الدياجرام اللي فات. الطريقة دي للتمثيل قلنا ليها اسم، والطريقة التانية قلنا ليها اسم. ممكن حد يكتب لنا اسم هذه الطريقة من التمثيل؟ قلناها في المحاضرات اللي فاتت. Activity on arrow. تمام. Arrow Network Diagram. تمام. الباشمهندس محمد سيرتي مصحصح معانا اهوت وبيجاوب تمام. تمام. هنسيب حتة الحساب دي للزملاء اللي هم ما اشتغلوش في الموضوع دوت كاكسرسايز. هنا خلصناش المحاضره، محدش يمشي. دي كده احنا خلصنا المحاضره اللي احنا كنا عايزين نتكلم في محاضره رقم 9. طيب عايزين بقى في كام واحد يقولوا لنا ان هم ما محتاجين ان احنا نراجع اوفر فيو سريع على اللي فات، ومش بس كده هنضيف في السكه شويه حاجات. كام واحد محتاج ان احنا نراجع على اللي فات سريعا؟ كلنا عاوزين نراجع. طيب خلاص. طيب بصوا يا جماعه، احنا هنعمل تايم مانجمنت للموضوع. احنا محاضرتنا ساعتين، هناخد فيها 5 دقائق راحه. قدامنا دلوقتي 70 دقيقه. خلاص؟ خدنا قبل كده 8 محاضرات. تمام؟ يبقى هناخد كل محاضره حاليا مراجعه عليها سريعه في اقل من 8 دقائق، لان انا كان نفسي اديلكوا نتكلم على حاجه مهمه. كنت عايزكم ترسموا الرسمه. طب ادي لكم التطبيق بتاع ان انتوا ترسموا الرسمه كده سريعا قبل ما ندخل في الريفيو، عشان هو تطبيق مهم قوي بصراحه، هيخليك الحكايه كلها هتبقى في دماغك لو رسمته بايديك. طيب الناس كلها معاها ورقه وقلم؟ ايوه. المحاضرات موجوده صوت وصوره ان شاء الله على الموقع، ما تقلقش. يا جماعه كله معاه ورقه وقلم حالا. الرسمه دي لازم كل الناس ترسمها، صدقني لو رسمتها خدت بالك. انت مش بس يا جماعه، احنا مش بندي الكورس ده عشان تعدي اداره الامتحان البي ام بي وبس، احنا بنديه عشان الكلام ده ان شاء الله عز وجل هيفضل معاك طول حياتك. اللي معهوش ورقه وقلم يجيب ورقه وقلم، ورقه كمان، يعني ورقتين كمان مش ورقه. طيب اللي معهوش ورقه وقلم مش هتقدر تجيب يا باشمهندس؟ اللي معهوش ورقه وقلم متوفر ولا مش متوفر؟ خلاص 10 جابوا وهنكمل على طول. طيب احنا يا جماعه شغالين حاليا كلنا بكل اللي بنعمله، بنعمل ايه دلوقتي؟ كل ده شغالين على الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان. خلاص؟ ممكن نرسم في وسط الورقه بتاعتنا. خلاص؟ وفي التلت الاعلى من الورقه، في منتصف الورقه وفي التلت الاعلى من الورقه نرسم مربع صغير نسميه ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان. سريعا بس عايزين الموضوع ده ما ياخدش مننا وقت عشان نعمل اوفر فيو. خلاص؟ عايزين ايه؟ سرعه في الرسم. طيب رسمناه؟ طيب